المحاصيل الزيتية. الحقيقة المحاصيل الزيتية تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الأهم، مش بس في مصر ولكن في دول العالم، لأنها بتمثل مصدر رئيسي للغذاء حيث بيستهلكها الإنسان بطرق مختلفة. وللأسف عندنا في مصر المحاصيل الزيتية مش واخدة حقها كويس، لأنها يعني النظر لقلة المساحة المزروعة فيها. عشان كده إحنا بننادي إن يكون في مجهودات مكثفة لزيادة زراعة هذه المحاصيل الزيتية وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل الاستراتيجية الهام. هنفتح الكثير من المحاور عن كيفية النهوض بالمحاصيل الزيتية مع ضيف اللي مشرفني في هذه الفقرة، الدكتور وائل تعلب، أستاذ المحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه أخبار المحاصيل الزيتية عندنا في البلد؟ والله مش بخير. ليه بس؟ كل حاجة في البلد إن شاء الله بتتعافى، وإحنا نتمنى طبعا إن الفترة اللي جاية إن المحاصيل الزيتية تتعافى زي أي حاجة في البلد، يعني نتمنى هذا. لكن يعني حقيقة المحاصيل الزيتية بتعاني من نقص شديد في الإنتاج. يعني النهاردة لما نقول إن إحنا بنستورد حوالي يعني 95% من استهلاكنا، فده كأنك أنت ما بتنتجش حاجة يعني تقريبا. يعني إحنا لا ننتج أكثر من 5% فعلا. ده حقيقة. طبعا دي طبعا طبقا كبيرة جدا لتقارير صادرة من وزارة الزراعة. ليه بقى؟ لأن طبعا هناك مشاكل كتير، يعني هناك مشاكل كثيرة بتؤدي للنتيجة دي. لكن عشان نعالج المشكلة لازم نعترف إن في مشكلة، يعني لازم أبرز المشاكل الأساسية اللي أدت يعني كل هذه الكبوة اللي الحقها بالمحاصيل الزيتية. هو أبرز المشاكل أو أسباب المشكلة بالدرجة الأولى زيادة عدد السكان. يعني طبعا في ناس هتقول طب ازاي يعني عدد السكان ليه؟ لان احنا النهارده سعادتك انت عدد سكان مصر بيزيد عن 85 مليون. ومتوسط استهلاك الفرد من الزيوت في مصر ارتفع الى 20 كيلو جرام في السنه. رغم ان هو بينقص عن المتوسط العالمي، يعني المتوسط العالمي 32 كيلو جرام في السنه بالنسبه للفرد، احنا في مصر النهارده متوسط الفرد 20 كيلو، لكن رغم هذا فده بيؤدي الى ايه؟ زياده الكميه المطلوبه. ف 85 مليون استهلاكهم بيزيد النهارده عن حوالي 2.5 مليون طن سنويا. كل اللي بتنتجه لا يزيد عن من 130 ل 140 الف طن من زيت الزيتون وزيت بذره القطن. وبعض كميات قليله جدا من زيت دوار الشمس، اذا كان في يعني كميه قليله جدا. لكن هي دي وضع المشكله. اول سبب من المشاكل ان هو زياده عدد السكان. نمره 2 من المشكلات ان عدم وجود سياسه سعريه للمحاصيل الزيتيه. انت عارف سعادتك ان المزارع يهمه بالدرجه الاولى العائد المادي بالنسبه للمحصول اللي بيزرعه. تمام. فاذا احنا اعترفنا ان المزارع المصري بيحجب عن زراعه المحاصيل الزيتيه، هنقول بالدرجه الاولى لعدم تبني الدوله للمحاصيل الزيتيه. النهارده عشان انا اعمل نهضه في المحاصيل الزيتيه لازم اجذب المزارع لزراعتها. المحاصيل الزيتيه اللي هي ايه النهارده؟ اللي هي بنتكلم فيه المحاصيل التصنيعيه اللي هي دوار الشمس والسمسم والكانولا. طبعا بيضاف ليهم الفول السوداني لكن ما بينتجش منه زيت في مصر، لكن الاصل هي الثلاث محاصيل اللي بيسموها المحاصيل التصنيعيه اللي هي عباد الشمس او دوار الشمس زي ما بنسميه والسمسم والكانولا في الشتاء. المحاصيل دي محاصيل تصنيعيه. يعني ايه محاصيل تصنيعيه؟ يعني بمعنى ان هي لها استخدام اساسي هو تصنيع لانتاج الزيوت. طيب احنا النهارده عشان نسد الفجوه دي، انت حضرتك زي ما قلت سعادتك كده، انت النهارده بتدعم الزيوت بس باكثر من حوالي 500 مليون جنيه سنويا للزيوت فقط، بما يعادل 15% من الدعم الموجه للطعام في مصر او للغذاء. وبالتالي انت عندك طبعا في يعني بتحمل للدوله عبء ثقيل في دعم استيراد الزيوت من الخارج. فعشان احنا نتغلب على هذا لازم ان احنا نتوسع في زراعه المحاصيل الزيتيه. يبقى السبب الاولاني من الفجوه ديت الاول زياده السكان وزياده معدل استهلاك الفرد سنويا في مصر ل 20 كيلو جرام سنويا. وطبعا لان عايز اقول لسعادتك احنا لو رجعنا بالخلفيه في الستينات كان عندنا اكتفاء ذاتي من الزيوت في مصر، ما كناش بنستورد حاجه لان كان عندك قطن وكميه كبيره منه، ومساحات انت عارف مساحات القطن المصري زمان كانت عامله ازاي، فكنا بننتج منه كميه كبيره. عندك برضو زيت الذره كنا بننتج مساحات ونزرع مساحات كبيره من الذره، فكان عندك تقريبا اكتفاء ذاتي. مع زياده السكان مع انخفاض مساحات القطن والذره الشاميه طبعا ادى الى زياده الفجوه. فاحنا دلوقتي المشكله الاولى زياده السكان، المشكله الثانيه عدم تبني الدوله للمحاصيل الزيتيه، والمشكله الثالثه اللي هي زيادة إقبال المستوردين على استيراد الزيوت من الخارج. ليه؟ لأن طبعا
الطبيعي ان النهارده المستورد او اصحاب الشركات الخاصه ان هم عايزين الارخص، فلو هو استورد من بره النهارده الطن من بره ارخص من انتاجه في مصر. لكن هل هذا ليه بقى يا فندم؟ معلش هتوقف عند الحته دي. ليه الارخص ان انا انتجه؟ هو انتاجنا في مصر، ما انا بقول لحضرتك لو احنا زودنا المساحات المنزرعه هيقل بالتالي تكلفه الانتاج. تمام. فعشان انت بتزرع مساحه قليله فعشان كده تكلفه الانتاج فتكلفتك عاليه، تكلفه الانتاج بتاعتك عاليه، وبالتالي المستوردين او اصحاب المصانع الزيوت والشركات الانتاج الزيوت وتعبئتها في مصر بيلجا لايه؟ للاستيراد. طب تقلص المساحه المزروعه من المحاصيل الزيتيه، هل ده زي ما حضرتك قلت ناتج عن عدم تبني الدوله بشكل كبير جدا لقضية المحاصيل الزيتية، ولا برضه عزوف بعض المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل الزيتية؟ هو هو يعني بالدرجة الأولى المزارع هيعزف ليه؟ لأنه ما عندوش مصدر للبيع. يعني أنت النهاردة أنا بقولها أزرع حاجة ما أعرفش أبيعها يبقى بلاش منها، أنا عايز طبعا دي مدخل للقائنا النهاردة، لأن إحنا هنتكلم في 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 زي ما تقول في في بداية حل المشكلة مع معالي الوزير لما أخذ قرار بإنشاء الحملة القومية للمحاصيل الزيتية. والحمد لله الحملة ماشية وبتأدي أهدافها بامتياز في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، وأنا أشرف أن أنا ماسك الفريق العلمي في محافظة الإسماعيلية. لكن حتة عزوف المزارع دي يعني ليه؟ أنا بقول لحضرتك النهاردة خلي الدولة تدعم المحاصيل الزيتية كمحصول استراتيجي زي القمح وزي الأرز مثلا وزي الذرة الشامية، وتعمل ما يسمى بالزراعات أو الزراعة التعاقدية. يعني بمعنى لو أنا النهاردة جيت قلت إن في مصنع أو اتنين أو ثلاثة هيتعاقدوا مع المزارعين اللي هيزرعوا دوار شمس السنة دي على ان هم ياخدوا محصول منهم بسعر وليكن الطن ماشي ب 3500 جنيه للطن. تمام. انا متصور ان احنا ممكن نزرع خلال سنه او سنتين اكتر من مليون فدان من دوار الشمس تحميل على المحاصيل الخضر المختلفه. انت فهمت حضرتك؟ يعني الامور واضحه. بمعنى ايه؟ ان المزارع بيعزف ليه؟ لانه بيخاف من التسويق. طالما ليس هناك جهه للتسويق او ليس هناك حد مثلا زي مصنع، زمان كان في مصنع سيلة ومصنع القاهرة للزيوت والصابون وغيره بعض المصانع، لو هذه المصانع عن طريق الدولة ألزمت بعقود تعاقدية مع المزارعين زي ما بيحصل في بنجر السكر النهاردة. بنجر السكر ما كانش على خريطة زراعية في مصر. لما بدأت بعض المصانع في كفر الشيخ والدقهلية تقام وتعمل زراعات تعاقدية مع مزارعين، الناس النهاردة بيزرعوا بنجر السكر بمساحات كبيرة حتى في إسماعيلية. تمام. واخد بال حضرتك؟ فدي دي, دي 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 مشكلة رئيسية، مشكلة عدم وجود السياسة اللي السعرية الرئيسية ليها. يعني دي من ضمن المشاكل اللي كانت معوق في انتشار زراعة المحاصيل الزيتية في مصر. طب الحملة القومية بقى لنهوض المحاصيل الزيتية ومن بينها السمسم وعبادي الشمس الحاجات دي كلها، ايه الخطوات بقى اللي حضرتكم وضعتوها من خلال هذه الحمله وانت بتشرف يعني في هذه الحمله بيها؟ يعني حابين تعملوا ايه في المرحله الجايه حتى نستطيع النهوض بهذه المحاصيل؟ هو تسمح لي اولا انا بشكر معالي الوزير على ان هو اعتمد قرار انشاء الحمله القوميه للمحاصيل الزيتيه. الدكتور صلاح حلال. الدكتور صلاح حلال طبعا، ولان زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام ان في مشكله في المحاصيل الزيتيه في مصر حقيقه، وان الدوله يعني بتدفع فلوس كتير في دعم الزيوت المستورده من الخارج سواء كان قطاع عام او خاص، فكان لابد من اقتحام هذه المشكله. وانا عايز اخد من 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 اللي بيحصل في البلد دلوقتي نموذج. بمعنى اذا كانت المشكله حجمها كبير وده حقيقي، انت النهارده بتستورد كل الزيوت اللي يعني 5% ده مش انتاج ما يغطيش حاجه. فناخد من نموذج مثلا مشروع قناه السويس، ده نموذج. بمعنى ايه؟ مفيش حاجه مستحيله. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه البسيطه ان مشروع انجاز قناه السويس خلال سنه هو في حد ذاته مشروع. لكن الفكره اللي المفروض احنا كلنا كمصريين ناخدها ايه؟ ايه حته الاراده القويه. لو هناك اراده قويه او اراده سياسيه قويه في اي مشروع او في اي مشكله ستحل المشكله. فمن هنا أو انا بعتبر المدخل بتاع معالي الوزير لما خد قرار اللي هو تشكيل الحمله القوميه للمحاصيل الزيتيه وبرئاسه الاستاذ دكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث، والاستاذ دكتور محمد سليمان مدير معهد المحاصيل الحقليه، والاستاذ الدكتور سمر الشخص مدير قسم المحاصيل الزيتيه، بدانا خطوات فعليه في المساهمه في الحل. لان لازم اقول ان احنا كمركز بحوث مش منوط بينا ان احنا نحل المشكله بالكامل. الدور اللي بنقوم بيه احنا كمركز بحوث هو ايه؟ هو القاء الضوء على المشكله وانتاج الاصناف الجديده من المحاصيل الزيتيه والهجن اللي لازمه لتوسع في زراعه المحاصيل الزيتيه، واخد بالك، ووضع التوصيات والحزمه من العمليات الزراعيه اللازمه للمزارع عشان يوصل لاعلى انتاج. خلاص متفقين كده؟ يبقى ده دور مركز البحوث وده دور الاساسي للحمله.
فمن أهداف الحملة عشان برضو نكون واضحين، الحملة طبعا أول هدف من أهداف الحملة هو تقليل الفجوة ما بين إنتاج المزارع وما بين الحقول الإرشادية. بمعنى إيه؟ وسعادتك طبعا يعني في الحقل الزراعي معنا في القناة وشيء عارف، نعم. أن أنت لما تعمل حقل النهاردة إرشادي بتلاقي إنتاج الحقل نفسه يزيد عن حقل المزارع من 20-25%. ليه؟ لأن إحنا كباحثين مركز البحوث والزملاء المهندسين في الإرشاد، وأنا طبعا بستغل الفرصة دي عشان أشكر كل جهاز الإرشاد الموجود في الوزارة، نعم. المهندس محمد صبحي والدكتور بكر عبد الرحمن وكل وخاصة طبعا جهاز الإرشاد في محافظة إسماعيلية اللي أنا أشرف بيها في وجودي فيها، نعم. لأن الناس دي فعلا يعني جنود مجهولين معانا في الحملة، بننزل كل يوم مع المزارعين، فبشكر طبعا من خلالك جهاز الإرشاد في مصر. فطبعا الهدف الأول من أهداف الحملة إن إحنا نقلل الفجوة في إنتاج الفدان ما بين أرض المزارع وما بين إيه الحقل الإرشادي. يعني إحنا لما بنيجي نقول توصية مثلا، يعني بنقول إن السمسم في الفدان هيجيب مثلا من 5-6 أردب في الفدان، شندويل 3 بالمناسبة، نعم. اللي هو الصنف السمسم اللي هو المعتمد الآن في الحملة، نعم. فيجي مزارع يقول لك إيه يا عمي أنا زرعت وجبت أربع أردب، بنقول له إيه؟ أنت ما التزمتش بحزمة التوصيات الفنية اللي البحوث حطها أو مركز البحوث أنتجها، لأن إحنا لازم أقول لإخواننا المزارعين لازم يبقى هناك ثقة متبادلة ما بين الباحث وما بين المزارع، والثقة دي إحنا في الحملة بنحاول نعملها، إن أنا بعمل نموذج إن أنا بزرع فدان سمسم في منطقة من أنا شغال في إسماعيلية في خمس مراكز، يعني على سبيل على في 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 كل أنحاء المحافظة. تمام. الهدف ايه؟ ان سعادتك لما بنزرع النهارده حقل من الحقول المزارعين كلهم بييجوا يبصوا على الحقل ده، وبالتالي احنا دلوقتي اقسم بالله ان انا اول امبارح مزارع من المزارعين الحاج احمد في الوصفيه، ويمكن هو يسمع كلامي النهارده، بيتصل بيا بيشكرني على السلالات والاصناف السمسم والفول السوداني اللي راحته السنه دي. طب الحمد لله. وقال لي باللفظ، قال لي الناس حجزوا الكميات اللي طالعه من عندنا قبل ما نحصد، هو لسه يعني الحصاد بعد 10 يعني مفيش عزوف الحمد لله، ولا لا مفيش عزوف، مفيش عزوف ليه؟ لان انت عندك بعض المحاصيل بتسوق نفسها، يعني الفول السوداني مفيش فيه مشكله، عندك السمسم برضه مفيش فيه مشكله للاستخدامات زي بيخش في الحلاوه والطحينه وغلب، اما دوار الشمس اللي هيزرعه ده هيوديه فين؟ لازم مصنع، ففي في محاصيل تصنيعيه لازم الدوله تخش بدورها هنا وبعدين توفر المصانع اللي هتاخد وايه وتصنع وتنتج زيت. الهدف الاول من اهداف الحمله، تمام. اللي هو ايه؟ تقليل الفجوه قلنا ما بين انتاج المزارع وما بين اللي هي الحقول الارشاديه. نعم. نمره اتنين تدريب اكبر عدد من المزارعين على التوصيات الجديده للمحاصيل الزيتيه، وده احنا بداناه عن طريق الندوات، يمكن في بعض الصور هتظهر ان احنا عاملين ندوات ارشاديه وحضور كثير من المزارعين، يعني احنا تقريبا اتدرب معانا اكتر من 360 مزارع حضروا الندوات الارشاديه، اكتر من 76 ندوه ارشاديه تمت على مستوى محافظات الحمله، تمام. عشان ننقل التوصيات الجديده للمحاصيل اللي هي بيتم زراعتها في المواسم. طب انا بتمنى لكم طبعا التوفيق في هذه الحمله وكل القائمين عليها، وباذن الله تعالى مجهودات كثيره جدا تبذل على ارض الواقع وتسفر ان شاء الله على كثير من الايجابيات وضخ مساحات كبيره جدا من هذه المحاصيل. يمكن سالت حضرتك يا دكتور وائل في البدايه ايه اخبار المحاصيل الزيتيه، قلت بعافيه شويه، ولكن عايزين نتفائل بقى بما ان الحمد لله داخلين على مشروع المليون و500 الف فدان، بعد ما كان مليون فدان بس بقى مليون و500 الف فدان، اذا عندنا مساحه كبيره جدا جدا من الاراضي ان شاء الله اللي هتنضم للرقعة الزراعيه. ازاي نستغل هذه المساحه الكبيره ونضخ بقى ونعوض النقص الشديد اللي موجود عندنا من زراعات المحاصيل الزيتيه في هذه الاراضي الجديده؟ هو ازاي نستغل؟ زي ما قلت بالدرجه الاولى نشجع المزارع على الاقبال على زراعه المحاصيل الزيتيه. نعم. احنا كقسم محاصيل زيتيه او مركز البحوث الزراعيه زي ما قلت سعادتك دورنا متمثل في توفير الاصناف الجيده وتربيه الاصناف والسلالات الجديده اللي بتجود في جميع انواع المحافظات او جميع اراضي الجمهوريه، وده انا مش عايز ازعم هذا لكن ده حقيقي موجود، احنا عندنا اصناف مزروعه السنه دي في توشكا، يعني احنا من ضمن الحمله برامج الحمله زراعه في توشكا في شرق الاويانات موجود، في الفرافره موجود، في اسماعيليه والاراضي الجديده كلها موجود الاصناف السمسم والفول السوداني ودوار الشمس موجوده اوريدي. فازاي نستغل الفرصه؟ اولا تسمح لي بس عشان اشير لنقطه مهمه، ان في يعني في بعض الناس او يعني يقول لك ايه لزوم ان احنا نستصلح مليون فدان، طب احنا ما نخلينا في 8.5 مليون فدان اللي عندنا. عايز اقول حاجه لازم المثقفين قبل الفلاحين يعرفوها، احنا عندنا مشكله حتى في مساحه الارض اللي احنا عايشين عليها. انت عندك انت النهارده بتزرع 8.5 مليون فدان من كام؟ من 247 مليون فدان هم مساحه مصر،
فانت ما بت... انت لا تزرع اكثر من 5% زي برضه قصه المحاصيل الزيتيه والانتاج. يعني للاسف احنا متدنيين جدا لدرجه ان النهارده ان المنظمات العالميه بتقول ان المفروض ان عشان اوصل للاكتفاء الذاتي للافراد كل فدان ليه اتنين، يعني اتنين بس يعيشوا على الفدان الزراعي واحد عشان يكفيهم غذائيا. احنا في مصر كل 10 مشتركين في كام؟ في فدان، لانك انت 85 مليون اذا اعتبرنا ان احنا لسه ما عديناهمش يعني او عديناهم بقليل يعني داخلين على 90، لانك نعتبر 85 مليون على 8.5 مليون فدان، يبقى انت كل 10 عايشين في ايه؟ في فدان. يعني الواحد فينا ليه 2.1 ايراد. اذا احنا عندنا مشكله حقيقيه في المساحه، في مشكله، بالاضافه الى ان انت بتفقد سنويا 30,000 فدان، وده طبقا ل يعني تقارير وزاره الزراعه، بمعدل 82 فدان. 30,000 ولا 3000؟ لا 30,000 فدان سنويا بمعدل في اليوم. ده يخلصوا على كام سنه بعد كده؟ هيخلصوا قريب. هيخلصوا قريب. ولذلك ما انا بقول لحضرتك انا عايز افتح 9 مليون تاني. بالظبط، انا عندي وجهه نظر في النقطه دي مهمه جدا، ان هي ايه؟ ما عندكش خيار تاني الا لاستصلاح الاراضي الجديده. يعني مع يعني فخامه الرئيس قال لا، عندنا خيار برضو تاني ان احنا نوعي الناس. ما ينفعش يا جماعه نتعدى على الاراضي الزراعيه، ما ينفعش نبور الاراضي. هتسمح لي في النقطه دي انا بختلف معاك. بايه؟ بالمنطق. نعم. النهارده انا لما بلاقي واحد اقام عماره او بيت سكني لاولاده من الفلاحين، انا عايز اقول لك وانا فلاح واهلي فلاحين ان اكتر واحد بيخاف على الارض هو الفلاح. ده حقيقي. لكن الفلاح النهارده اللي عايش النهارده لوحده في بيت بعد 10 سنين و20 سنه معاه 5-6 رجاله ما شاء الله عايز يبني لهم. طب يعمل ايه المزارع ده؟ لازم الزهير الصحراوي. طب يا فندم، ما هو الزهير الصحراوي في بعض المحافظات اولا ما فيش فيها زهير صحراوي. ثانيا الدوله فين من ان هو ما عدا اللي احنا بنقوله؟ نشتغل بقى على المدن الجديده. اولا ما فيش حاجه هتعوضك عن الاراضي اللي بيتم التعدي عليها. يعني الاراضي اللي احنا بنتعدى عليها دي فعلا مهما عملنا ما فيش هترجع زي الاول. لكن الحل ايه؟ هل الحل ان انا من وجهه نظري ان انا اهد البيوت على مثلا، عشان اولا البيت اللي بيتبني وبتزرع عمدان ومسلح لما بتهده لا يمكن يرجع يزرع تاني. كان انا بشبه دايما الموضوع ده كأنه واحد عمل حادثه بقى دلوقتي مشلول، عايش بس بالظبط بالظبط. وذلك سعادتك النهارده لما تمشي على الاراضي، اي نعم في محاولات جاده من الدوله ومن الوزاره منع التعدي على الارض الزراعيه، لكن اللي اتعدى ده من وجهه نظري لازم نعمل الظهير الصحراوي، نعم لازم نصلح الاراضي اللي انت سعادتك بدات بيها حوالي او قال بيها فخامه الرئيس والوزاره ماشي فيها استصلاح 1.5 مليون فدان. ده لابد منه. واحد هيقول لك طب هتجيبوا لها ميه منين؟ صحيح ان عندنا نظره مائيه وعندنا 86% اراضي يعني شبه صحراويه قاحله وبتاع، لكن بنقول ما قدمناش خيار تاني لزياده السكان الدرجه الاولى، نمره 2 لكثره التعدي. انا بقول لسعادتك انت كل ساعه بتخسر 3.1 فدان كل ساعه. انت لو جبت 30,000 فدان قسمتهم على 365 يوم يديك حوالي 82 فدان يوم في اليوم. على 24 ساعه يديك 3 فدان كل ساعه بنتعدى عليها في مصر. زي ما سعادتك كده قلت، ودي من الحاجات اللي يعني بدق ناقوس الخطر، ان ممكن الاراضي اللي عندك تخلص في 10-20 سنه جايين مثلا، الا لم يكن هناك اصرار من الدوله على استصلاح اراضي اللي هو التوسع الافقي بنسميه اللي هو 1.5 مليون فدان. طيب ساعات برضه ممكن نحد شويه من موضوع ايه الاراضي اللي هي بتخلص. انا اولا مع كل القوانين اللي بتجرم التعدي على الارض الزراعيه. بالظبط كده. ماشي؟ نعم. لكن في نفس السياق ان انا اوفر اراضي للفلاح نفسه. نعم. ما انا ممكن النهارده لما ادي ارض جديده في سينا او في الفرافره او في الواحات او في شارع عينات او غيره من الاراضي اللي بيتم فيها الاستصلاح للمزارع ده، المزارع اللي في الوادي والدلتا مش هيبور ارض زراعيه، وهيبعت اولاده او هياخد 5 فدادين وخلافه. وعنده استعداد ان هو وعنده استعداد اي مكان بس تديهم الارض بالزبط اللي هي المستصلحه يسترزقوا منها وياكلوا منها. انا بقى سعادتك برضه ليا طلب من معالي الوزير وللناس القائمين على امر الدوله او الوزاره، ان هو عشان تعجل من استصلاح الاراضي نعمل ايه؟ نملك الاراضي للشباب. نملك الاراضي تمليك حوالي 500,000 فدان للزراعه الجاده، وده كويس جدا. ده فعلا هيعجل باستصلاح. فلذلك انا بقول، وده اقتراح مني يعني ده مش جديد ولا حاجه، ان انا بقول لو حبينا نستصلح اكتر من 1 أو 1.5 مليون فدان، ان احنا نحط قوانين محفزه وبحيث ان احنا نملك للشباب، خصوصا انت عندك النهارده خريج الزراعه يا استاذ عاصم كتير جدا، الاف مؤلفه قاعدين في البيوت ما بيشتغلوش، وسعادتك عارف ان موضوع التعيينات متوقف من اكتر من 20 سنه، واخد بال حضرتك؟ فلابد ان احنا نشوف شغله للناس دي، نشغلهم ازاي؟ كل مهندس زراعي او كل خريج طب بيطري مثلا او دبلوم زراعه ياخد 5 فدادين، ونعمل عليه شروط مثلا ما يبيعش الارض قبل 10 سنين، ولازم ينتج لي من الارض دي بعد سنه واحده.
بس بشرط انا اديله ما يثبت اوفر له بس ملكيته للارض. انا بقول لحضرتك احنا عندنا مثلا في سيناء بقى، انا معايا ارض في سيناء بقى لها اكتر من 15 سنه من سنه 99 ومتاخده في مزاد من الدوله، الى الان لم ناخذ اي ورقه تثبت ملكيتنا للارض. وبالتالي بزرعها طبعا، انا زرعها بس في تعداد من العرب وفي كذا، لكن احنا بنقول بنطلب معالي الوزير ان هو فعلا الاسراع في تمليك الاراضي للشباب هيعجل باستصلاح اكتر من مليون واتنين مليون فدان، لان انت عندك ناس كتير، انت سعادتك من شندوله عارف ان الفلاح الارض زي العرض عنده زي ولاده بالظبط. انا لما اجيب الفلاحين اللي هم ابناء الفلاحين اللي هم مهندسين زراعيين وغيرهم من خريج كليات الزراعه مستوى الجمهوريه، واملك لهم كل خريج خمس فدادين وادي له عقد ملكيه بشروط، اولا اقسط عليه الثمن ما عنديش مشكله، اقسط عليه وليكن يدفع القسط بعد سنتين، ادي له فرصه ان هو يجيب شبكه ويصلح ويزرع، وبعدين الزمه خلال ثلاث سنين من النهارده لو ارضه ما زرعتش وما انتجش يتم سحب الارض وتسليمها لايه؟ لزميله اللي قاعد من غير ارض مستصلحه. انا شايف الوضع ده هنقدر نصلح كتير وهنقدر نتوسع كتير. بالنسبه لسؤال سعادتك ازاي نستغل المحاصيل الزيتيه، ده امر مهم جدا. اولا المحاصيل الزيتيه يعني من مشاكلها ان هي ما فيش قدره تنافسيه مع المحاصيل الاستراتيجيه، يعني مثلا في الصيف انت عندك عباد الشمس وعندك مثلا السمسم بيتعارض مع ايه؟ الرز مثلا والذره الشاميه. في الشتاء الكانولا بيقف قدامها القمح والبرسيم، فطبعا المنافسة مش عادلة. فأنا بقول برضو هرجع للنقطة اللي بدأنا بيها، إذا تبنت الدولة المحاصيل الزيتية ووضعنا أسعار للمنتجات وعرفنا إزاي المزارع هيزرع ومين اللي هياخد منه، أنا شايف إن احنا إن شاء الله ممكن نتوسع كتير جدا في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة بقى. بالإضافة إلى إن أنا برضو بقترح، وده من ضمن الحاجات اللي هي الحملة من أهداف الحملة، نشر زراعة دوار الشمس في التحميل على الأراضي اللي بتزرع بالخضر زي الطماطم زي الخيار زي الفول السوداني زي دوار الشمس زي فول الصويا، كل المساحات دي احنا ممكن نزرع خلال سنة او سنتين اكتر من مليون الى 2 مليون فدان، وده الكلام ده على عهدة الدكتور عبدين الشيمي في الصعيد لانه هو ماسك الحملة في شندويل، ان هو ممكن نزرع في هذه المحافظات ولجوجي ابلي بالذات مساحات كبيره جدا، والوجه البحري كذلك والدلتا ممكن نزرع مساحات من دوار الشمس تحميل على المحاصيل الاخرى. انا هستفيد ايه هنا؟ اولا ان انا هوفر جزء من الفجوه الموجوده ما بين الزيوت الانتاج والاستهلاك، ثانيا ان انا هزود دخل المزارع. النهارده المزارع اللي زرع طماطم ده او زرع فول سوداني او خلافه، لو قلت له ازرع دوار شمس حمل عليها هيدي له الفدان من 500 ل 600 كيلو دوار شمس، يعني حوالي من 1700 ل 2000 جنيه، ده اوفر المحصول اللي هو زرعه الرئيسي. نعم فهمتني حضرتك كده؟ يبقى انا اولا ما نافستش المحاصيل التقليديه في الصيف ولا في الشتاء، ثانيا ان انا حفزت المزارع ان أنا، وفعلا الكلام ده حصل في الحمله السنه دي، ان احنا رحنا للناس اللي زارعين فول سوداني وزارعين فول صويا وزارعين طماطم وحملنا واديناهم التقاوي بتاعه الدوار الشمس، والحمد لله النتائج جيده يعني وهنشوفها بس على المرحله اللي جايه هنشهد ان شاء الله توسع شويه في زراعه المحاصيل الزيتيه، مجهودات مهمه جدا بتبذلوها حضراتكم باذن الله. وطبعا مع الحمله اللي اطلقها يعني وزير الزراعه دكتور صلاح هلال الحمله القومية للنهوض بالمحاصيل الزيتيه، اعتقد ستساهم في المرحله القادمه بشكل كبير جدا في النهوض بهذه المحاصيل، زي ما قلنا واكد الدكتور وائل في هذا اللقاء ان المحاصيل الزيتيه مهمه جدا، لابد ان يكون هناك مجهودات كبيره جدا من قبل الدوله، نتمنى يا رب ان يكون يعني هناك نصيب الاسد يعني تتخذ المحاصيل الزيتيه في الزراعات القادمه خاصه في الاراضي المستصلحه المليون ونصف المليون فدان ان شاء الله. شكرا لك ضيف العزيز في نهايه هذا اللقاء الدكتور وائل تعالى باستاذ المحاصيل الزيتيه بمركز البحوث الزراعي. شكرا لك دكتور شكرا ومشكرين على الدعوه، وده دعب القناه الزراعيين. انا دايما لما اجي هنا بقول اتمنى من كل الفلاحين، لان ده صوت الفلاحين فعلا القناه دي، وعايز اقول برضو ان العالم كله النهارده ماشي بنظام اللي هي الاعلام الزراعي، يعني مش لازم النهارده عشان بعض المزارعين يقول لك احنا عايزين مرشدين زراعيين، اللي انا عندي 30 مليون فلاح لو عايز يبقى انا عايز 30 مرشد 30 مليون مرشد زراعي، انا بنوفر له بقول للمزارع المصري ودول كلهم حبايبنا، بص على قناه مصر الزراعيه ان ما كنتش فاضي في النهار بتعادل البرامج بالليل، اتمنى ان احنا نوصلك معلومه تفيدك ان شاء الله. نتمنى يا رب ان احنا نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم وتحديدا اخواننا الفلاحين والمزارعين. بعد الفاصل مشاهدينا انتظرونا وفقرة حوارية أخيرة من هذا اليوم من برنامجكم الأخضر، نراكم بعد الفاصل.